بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر صفر من عام 46 و400 وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية، نستأنف الدروس العلمية ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام في تفسير القرآن الكريم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما. قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تأديبا لهم وتعليما وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر، أي بذلك يكثر خيركم وأجركم وتحصل لكم الطهارة من الأدناس، التي من جملتها ترك احترام الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها. فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته، صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على الخير والعلم، فلا يبالي بالصدقة، ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام، فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول. هذا في الواجد للصدقة. وأما الذي لا يجد الصدقة فإن الله لم يضيق عليه الأمر، بل عفى عنه وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها. ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة، سهل الأمر عليهم ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ، لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره، ليس مقصودا لنفسه، وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له. وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها، فقال: فإذ لم تفعلوا، أي لم يهن عليكم تقديم الصدقة. ولا يكفي هذا، فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبد، ولهذا قيده بقوله: وتاب الله عليكم، أي عفى لكم عن ذلك، فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها. وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه الشرعي فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا قال بعده: وأطيعوا الله ورسوله، وهذا أشمل ما يكون من الأوامر، ويدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبروا به والوقوف عند حدود الله. والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان. ولهذا قال: والله خبير بما تعملون، فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. أحسنت. هاتان الآيتان، الآية 12 والآية 13 من سورة المجادلة أو المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وبهذه المناسبة ونحن في مناسبة بدء العام الدراسي الجديد، نذكر بآيات العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم له مكانة عالية ومنزلة سامية، ينبغي على المسلمين جميعا أن يحرصوا عليه، فقد نوه الله بمكانته، وجاءت السنة ببيان عظيم قدره، ولطلاب العلم الأجر الوفير. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله، اليوم المدارس والجامعات والدروس العلمية والحلقات العلمية في الحرمين الشريفين وفي بيوت الله عز وجل فرص عظيمة لمن أراد أن يتزود من العلم فيكسب الرفعة في الدنيا والثواب في الآخرة. وأيضا على المدرسين والمعلمين أن يتقوا الله جل وعلا في هذه المسؤولية العظيمة، ويكونوا قدوة لطلابهم على المنهج الصحيح والعقيدة السليمة، وعلى أيضا الولاء والانتماء لولاة أمر المسلمين ولعلمائهم، ولمعرفة حق أوطانهم عليهم وما ينبغي على المسلم تجاه ذلك كله، حتى يعد جيل يقوم بالمسؤولية في إعمار البلاد ونفع العباد على وفق المنهج الصحيح. نسأل الله أن يوفق الطلاب والمدرسين والمعلمين إلى الخير وإلى ما فيه أداء هذه المهمة على الوجه الأكمل. ناسب بعد هذه الآية أن يذكر آيات المناجات. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، المجالس مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي فيها الناس كلهم، عربهم وعجمهم، عالمهم والمتعلم منهم، فيحصل في ذلك أحيانا مضايقة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الأمر بهذه الآية أن من يرغب المناجاة، والمناجاة الحديث سرا، وهاتان الآيتان هما آيات آيتا المناجاة، من يرغب يتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام سرا لما كثروا عليه وأشغلوه عن تبليغ أمر الله عز وجل والدعوة إليه، أمرهم الله جل وعلا أن يقدموا بين يدي المناجاة صدقة لما في ذلك من المنافع والمزايا، منها أيضا تعظيم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وانشغاله بالدعوة وإعظام أمر مناجاته. فإن الشيء إذا نيل بدون مشقة الناس يحطمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يشغلون وقته بأمور خاصة وهو في أمر الدعوة وتعليم الناس الأمر العام. أما إذا نيل الأمر بسهولة فلم يكن له منزلة ورفعة شعب. وأيضا في الصدقة نفع للفقراء، نفع متعدي بتلك الصدقات المقدمة قبل المناجاة. وتلاحظون أن المجالس ولا سيما في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يحضر فيها الصادق وغير الصادق، يحضر فيها المؤمنون ويحضر المنافقون، فإذا كلفوا بين يدي المناجاة بصدقة كف المنافقون لأنهم يقبضون أيديهم، وأما المؤمن المخلص الصادق فإن الأمر عنده يسير. المنافقون يحبون المال ويريدون عرض الدنيا ويقدمونه على الآخرة، فلذلك سيحجمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكثر السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه
فأنزل الله هذه الآيات فكف كثير من الناس عن المناجاة. سبب نزولها ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت يوم الجمعة وقد جاء أناس من أهل بدر وفي المكان ضيق فلم يفسح لهم فقاموا على أرجلهم فأقام صلى الله عليه وسلم نفرا بعدهم وأجلسهم مكانهم فكره أولئك النفر فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فلما نزلت صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة فجاءت الآية التي بعدها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات وهذه الآية ناسخة للآية التي قبلها آية المناجاة فنسخت المناجاة ونسخ تقديم الصدقة بين يدي المناجاة وفتح المجال لما حصل المراد وهو تخفيف الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مشقتهم عليه نزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات تقرير استفهام تقريري فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم أقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. الله جل وعلا غني عن أن تقدم الأموال ورسوله عليه الصلاة والسلام أيضا ليس بحاجة فقد كفاه ربه جل وعلا والفقراء لهم من حقوقهم الشرعية كالزكاة التي قالها الله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما يغني عن ثمن المناجاة. وأخرج الترمذي بسند حسن عن علي قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى، يعني كم نطلب منهم من الصدقة دينار؟ قلت لا يطيقونه. قال نصف دينار. قال لا يطيقونه. قال فكم؟ قال ولو شعيرة. قلت إنك لزهيد. فنزلت لأن الله غني عن أموال الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يغنيه ربه وقد فرضت الزكاة فلا حاجة إلى المناجاة، لكنها نوع تأديب لمن شغلوا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل المراد، يعني وصلت الرسالة. لا تناجوا بما يضيع وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الخاصة ويشغله عن أمور العامة، أمور الأمة وأمور المسلمين في إمامتهم في دعوتهم في تعليمهم في القضاء فيما بينهم في تبليغ رسالة الله عز وجل. قال فخفف الله عن هذه الأمة بنزول قوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول منسوخة، هل هي منسوخة لفظا ومعنى ولا منسوخة معنى ولا منسوخة لفظا ولا ليست منسوخة لا لفظا ولا معنى؟ هذه أربعة أنواع الناسخ والمنسوخ: منسوخ لفظا ومعنى، منسوخ لفظا لا معنى، منسوخ معنى لا لفظا، غير منسوخ معنى ولفظا. هذه الآية مما نسخ معناه وبقي لفظه لأن لفظه نقرأه يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ونزلت آية نسخها بعدها في الترتيب لكن ليست بعدها في المدة، ليست بعدها في المدة كما سيأتي. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين بشرف الإيمان، آمنوا بالله ورسوله وأخلصوا في إيمانهم، إذا نجيتم الرسول
يعني كلمتموه سرا في بعض شؤونكم الخاصة الداعية إلى مناجاته ولا تريدون أحدا أن يعلم ما بينكم وبينه، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي تصدقوا قبلها على الفقراء والمساكين. والمعنى إذا أردتم مسارة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من أموركم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. والآية نزلت لما كثر السؤال وأخذ بعض الناس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وقرئ صدقات، صدقات في الموضعين، في آية المناجاة وآية والآية الناسخة لها وهي أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قراءة الجمهور، وقرئ فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وفي هذا الأمر تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، وكسب لوقته، ونفع للفقراء، والزجر عن الإفراط في السؤال. ذروني ما تركتكم فإن أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. وفعلا بعض الأسئلة، بعض الناس مغرم بالتفاصيل ويحب أن يعرف تفصيل كل شيء ولا يأخذ إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قل مثلا هنا من أكبر عالم أو من المفتي، بحيث يكون ذلك مطمئن لقلبه. أيضا في تقديم الصدقة تمييز بين المخلص والمنافق، ومحب الآخرة ومحب الدنيا. واختلف في الأمر في قوله فقدموا، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ قولان للمفسرين، الجمهور على أنه للاستحباب. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لأنه نسخ بقوله أأشفقتم، وهو وإن كان متصلا به تلاوة لكنه متراخ عنه في النزول. واختلف في عدد أو في مدة نزول الناسخ، فقيل إنه كان ساعة من نهار، يعني ما بينهم وقت، وقيل إنه كان بينهما 10 أيام، وهذا ما رواه علي رضي الله عنه كما قال مقاتل وقال الكلبي كان ذلك ليلة واحدة، وقال قتادة ما كان ذلك إلا ساعة من نهار ثم نسخ. وهذا لا ينافي الجلوس في مجلسه المبارك والتكلم معه لمصلحة دينية أو دنيوية بدون نجوى، إذ المناجاة تكلم خاص، وعدم الخاص لا يقتضي عدم العام. والمعنى أيها المؤمنون إذا أراد أحد منكم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساره فيما بينه وبينه فليقدم صدقة قبل ذلك، لما في ذلك من تعظيم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ونفع الفقراء إلى آخر. ثم ذكر العلة، ذكر العلة لماذا قدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. وهذا دليل على أن الأحكام مرتبطة بعللها، ولهذا لما زالت هذه العلة وفهم الصحابة هذا الأدب العظيم كفوا عن مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشغل وقته. ذلك أي التصدق بين يدي نجواكم خير لكم أيها المؤمنون من الإمساك لما فيه من الطاعة ونفع الفقراء، وأطهر لأنفسكم من دنس الريبة ودرن البخل الناشئ من حب المال الذي هو من أعظم حب الدنيا وهو رأس كل خطيئة، وتقييد الأمر بكون امتثاله خيرا لهم من عدم الامتثال، وأطهر لنفوسهم يدل على أن الأمر للندب وليس للوجوب. ذلك خير لكم وأطهر، اللي بيفعله
ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب فهو خير وأطهر لقلبه، فإن لم يفعله فلا حرج عليه. لكن قوله فيما بعد فإن لم تجدوا دل على أنه للوجوب للذي لا يجد، والذي يجد يدل على أنه واجب عليه، لأن قوله فإن لم تجدوا ترخيص لمن لم يجد، ولكن الراجح إن شاء الله عدم الوجوب بدليل النسخ وبدليل قوله ذلك خير لكم وأطهر، وإن لم تجدوا جاءت عامة. وأيضا في الآية الثانية التي هي الآية الناسخة في الأمر بالزكاة ما يغني، لأن أموال الناس لها حرمة ولا يجوز أيضا السطو عليها أو إلزام الناس بغير ما ألزمهم الله وألزمهم به رسوله عليه الصلاة والسلام، ولولي الأمر أن يلزم، ويسمونها التعزيرات المالية، مثل ما هو حاصل اليوم بنظام المرور، اللي ترى يسرع ولا يقطع الإشارة عليه غرامة مالية ليتأدب الناس ويلتزموا ويحافظوا على أنفسهم وأنفس غيرهم. فجاء النسخ في قوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فكفى إن شاء الله، والمعنى أن في هذا التقديم خيرا لكم لما فيه من الثواب العظيم ومن تزكية النفوس وتعويدها على نفع الناس وإغاثة الملهوف ودفع الخصاصة وإعانة ذوي الحوائج والنفقة في كل ما من شأنه نفع البلاد والعباد. ثم أقام العذر للفقراء فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، إن لم تجدوا ما تقدمونه بين يدي نجواكم وعجزتم عن ذلك فإن الله غفور لمن لم يجده رحيم به. وهذا عام في كل الأمور، الله في مغفرته اتصافه بصفة المغفرة والرحمة وأيضا تسميه بأنه غفور رحيم في كل الشراء في كل الأحكام والمسائل تتجلى رحمة الله ومغفرته لمن لم يستطع أداء الأوامر أو اضطر إلى فعل النواهي، حيث رخص له المناجاة بلا تصدق لأنه ما أمر بها إلا من قدر عليها، وقد شرع هذا الحكم لتمييز المخلص من المنافق. فلما تم هذا الغرض يعني تحققت الرسالة وعرف الصحابة ذلك الأدب الرفيع والتزموا به، لما زالت العلة زال الحكم في قول ذلك خير لكم وأطهر. فلما تم الغرض انتهى الحكم ورخص في المناجاة بتقديم صدقة، فقال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ بخلتم وخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم الصدقات بين يدي نجواكم؟ ووسوس لكم الشيطان أن في هذا الإنفاق ضياعا للمال؟ الاستفهام تقريري، نوع الاستفهام للتقرير، مقررهم أنهم حينما أشفقوا أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقات فهذا إقرار منهم، كأن بعضهم ترك المناجاة للإشفاق لا مخالفة للأمر، والإشفاق الخوف من المكروه، وجمع صدقات وجمع صدقات، الأولى صدقة والثانية صدقات بمجموع ما يبذله من أراد المناجاة لكثرة المخاطبين. قال بعض المفسرين أفرد الصدقة في الآية الأولى لكفاية شيء منها وجمعها ثانيا نظرا لكثرة المخاطبين وكثرة التناجي والمناجاة وما حصل من مجموع الصدقات. والمعنى أخفتم الفقر
يا أهل الغنى من تقديم الصدقات، فيكون المفعول محذوفا للاختصار. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي، أشفقتم يا أهل الغنى، هذا التقدير لكنه حذف للاختصار. أن تقدموا أي لأن تقدموا، أو أخفتم التقديم لما يعدكم الشيطان به من الفقر، فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وشق عليكم ذلك وتاب الله عليكم فنسخ هذا الحكم الذي فيه مشقة عليكم بدفع شيء من أموالكم بأن رخص لكم في أن لا تفعلوا وأسقط عنكم تقديم الصدقة، وذلك لأنه لا وجه لحملها على قبول التوبة حقيقة، لأنه قال وتاب الله عليكم ليس لأنكم عصيتم، وإنما لأنه تخفيف من الله لكم وتقدير لحالكم، إذ لم يقع منكم التقصير في حق هذا الحكم بأن وقعت المناجاة بلا صدقة. وهذه الآية هي الآية الناسخة للآية السابقة، وكما قلنا اختلف المفسرون في كم بينهما، قيل إن بينهما 10 أيام، وقيل ساعة من نهار، وقيل إنها نزلت في ليلتها، والعلم عند الله تعالى. قال وإذ، فإن لم تفعلوا، شوف الأولى فإن لم تجدوا، وهنا فإذ بالإذ، وش الفرق بين الإذ والإن؟ الإذ ظرفية، يعني أنكم تركتم ذلك فيما مضى وتجاوز الله عنكم بفضله فتداركوه بما تؤمرون به بعد ذلك، مراعاة للظرف الذي يحصل منكم. إذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم من عدم شرعية ذلك الحكم وهو تقديم الصدقة بين يدي المناجاة، وتاب الله عليكم معطوف على قوله فإذ لم تفعلوا. طيب ما العمل؟ فأقيموا الصلاة، لا تقدموا شيئا للمناجاة وبين يدي المناجاة، امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقيموا الصلاة بأركانها وواجباتها، وآتوا الزكاة، وهذا جواب إذ، فإذ أداة الظرفية، تفعلوا فعلها جوابها، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذ لم تفعلوا أي فرطتم فيما أمرتم به من تقديم الصدقات وتجاوز الله عنكم فتداركوه بالمواظبة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المفروضة، وأطيعوا الله ورسوله في سائر الأوامر والنواهي، فإن القيام بها القائم بها كالجابر لما وقع من تفريطه، والتعميم بعد التخصيص لتتميم النفع. والمعنى أي فحين لم تفعلوا ما أمرتم به من تقديم الصدقة في المناجاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. ولهذا الشرع لم يكلفنا فوق ما نطيق بعد هذه الأركان، وفي تقديم المناجاة الصدقة بين يدي المناجاة ما يكفي في شرعية الزكاة للفقراء، والله خبير بما تعملون. تذييل هذه الآية الله خبير بما تعملون أي عالم بالذي يدفع الصدقة إيمانا أو يدفعها أحيانا نفاقا أو إلزاما، خبير بما تعملون، فأخلص النية في الصدقة وفي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، لا تخفى على الله منكم خافية فيجازيكم عليها، فاعملوا بذلك ابتغاء مرضاته. وقرئ والله خبير بما تعملون،
وهي قراءة الجمهور، وقرأ عياش عن أبي عمرو يعملون، اللي هم من هم؟ المخاطبون بالمناجهة: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما يعملون. هؤلاء المخاطبون أو هؤلاء الذين ألزموا وحثوا على تقديم الصدقة بين يدي المناجاة فلم يقوموا بها أو قاموا بها من غير إخلاص لله عز وجل. وفي هذا تأكيد على حسن النية ورعاية المقاصد: إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. ولهذا جاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولسائل أن يقول: لماذا خصص الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر بين سائر العبادات؟ لأن المراد حفظكم الله تأكيد أمرهما وعلو شأنهما وإنافة قدرهما. الصلاة عمود الإسلام والفارق بين الكفر والإيمان، والجامعة لجميع أنواع العبادات: قيام، ركوع، سجود، قعود، تعوذ، بسملة، تلاوة، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الدعاء الذي هو العبادة، ومن ذلك سميت صلاة، وهي في اللغة العبادة، وهي في اللغة العبادة، فهي من أجل العبادات. وقرنت بالزكاة أيضا لمكانة الزكاة، لأن الزكاة هي أم الأعمال المالية، والصلاة أم الأعمال البدنية، بما يطهر القلب من دنس البخل والمال من خبث الحرمة، فعلى هذا هي بمعنى الطهارة. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأيضا فيها مضاعفة للأجور في الحديث: من تصدق بقدر تمرة من كسب حلال ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. والفلوة هو ولد الخيل، حتى تكون مثل الجبل. فعلى هذا هي من الزكاة بمعنى النماء، أي الزيادة. ولسائل أن يقول: لما قدم المعمول على العامل في قوله: والله بما تعملون خبير، في آية: فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا ينشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والله بما تعملون خبير. وفي الآية هنا: والله خبير بما تعملون. هل هناك فرق؟ ما الفرق بين الموضعين؟ الجواب أن ما حصل في الموضعين إنما هو من باب البلاغة القرآنية ورعاية الفواصل التي كانت بعدهما. فالآية التي بعدها: ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، يناسب بما تعملون خبير. هذا السياق القرآني، وكلها غفور رحيم على وزن خبير. والموضع الثاني الفاصلة على ما بعده كما سيأتي إن شاء الله، وهذه من لطائف التفسير. هل من هدايات في هذه الآيات؟ مشروعية التفسح في المجالس: من فسح فسح الله له من خيري الدنيا والآخرة. مكانة العلم، مكانة الإيمان، منزلة الإيمان وارتباطه بالعلم. ترى العلم والإيمان مرتبطان. ولقائل يقول: كيف يعني نجد نحن
من غير المؤمنين علماء في الذرة وعلماء في الجواب، أن هذا يقال من باب الابتلاء لهم، أن الله عز وجل فتح لهم من العلوم ولكنهم لم يستفيدوا منها. قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما في آيات المناجاة، مشروعية وندب والترغيب أيضا في أدب المناجاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والقيام بالأمر بالمعروف وأداء الواجبات. إذا دعي المؤمن إلى ذلك: قدموا بين يدي نجواكم صدقة، المسلم يسمع ويطيع. ولهذا جاء التخفيف بعدها بالنسخ. وهنا الفائدة الثانية: مشروعية النسخ في الشريعة ردا على من أنكره من اليهود والمنافقين. يمحو الله ما يشاء ويثبت. مشروعية النسخ في الشريعة في القرآن قبل العمل بالمنسوخ وبعده. إذ هذه الصدقة، الصدقة ترى نسخت قيل في يوم، ولهذا في بعض الصحابة لم يعمل بها. قال علي رضي الله عنه: إذ هذه الصدقة نسخت قبل أن يعمل بها إلا ما كان من علي رضي الله عنه، فإنه أخبر أنه تصدق بدينار ليناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناجاه. ثم نسخت هذه الصدقة، يعني من تخفيف الشارع على المكلفين أنه إذا اتضحت العلة وحصل القيام بالموجب ووصلت الرسالة وعلم الحكم أن النسخ يأتي. ولهذا ما عمل بهذه الآية إلا علي رضي الله عنه، قال: تصدقت بدينار، على أن علي رضي الله عنه كان من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستطيع أن يناجيه بغير ما يلزم بصدقة، لكنه من حرصه رضي الله عنه وأرضاه ومسابقته إلى الخير. ما هو الحكم الذي ما نفذه إلا علي رضي الله عنه ثم نسخ؟ الجواب عليكم. فكان يقول في القرآن آية، هو رضي الله عنه يقول: إن في القرآن آية لم يعمل بها أحد غيري، وهي فضيلة له رضي الله عنه. الثالث: وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وجوب طاعة الله ورسوله في الواجبات والمحرمات، وفيها عوض في الأوامر والنواهي، عوض عن إلزام العبد بصدقة أو بما. ولهذا قال: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله في الواجبات والمحرمات، عوض عما يفوت المؤمن من النوافل. لو أن الأب مثلا قال لأبنائه: ترى اللي يتأخر بعد صلاة العشاء ما يجي يلزم بدفع 10 ريال لحوائج البيت، بيلتزم الأب؟ هذا فيه نوع تأديب. ولهذا جاء أن للمسؤول أو لولي الأمر أن يعزر بالمال عند الحاجة إليه. لكن لا واحد منهم من أبنائه ما يعني ضعيف ما عنده شيء، وقال: لا أنت بس كثر الله خيرك أنك تصلي الفجر وتحافظ على صلاتك وتطيع أبوك وأمك وكثر الله خيرك. كأن في هذا الأمر يعني نوع تأديب لهذا المتلقي، عاد المتلقي من الشارع أو من غيره،
ولا مثل الموظف اللي يتأخر عن الدوام مثلا يلزم أو يعاقب معاقبة إدارية أو مالية أو يخصم عليه للمسؤول أن يفعل ذلك، وله أيضا أن يجتهد بالنظر في حال الموظفين، فإذا وجد أحدا يستحق الرحمة أو الرأفة أو الرفق قال له لا بس كثر خيرك أنك تصلي معنا الظهر في الدوام، تحافظ على صلواتك وتلتزم بإنجاز عملك على الوجه المطلوب ولا حاجة أن تدفع. إذن هذه بعض الهدايات من هذه الآيات الكريمات. الحديث ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أحسنت. ساق المصنف رحمه الله الحديث الرابع حديث أبي سعيد في باب الأذان من كتاب الصلاة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الحديث أخرجه البخاري كتاب الأذان، وأخرجه مسلم كتاب الصلاة، وأخرجه مالك في الموطأ، ولم يثبت المصنف رحمه الله ذلك، فليعلم وهي ثابتة. وله روايات إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذه رواية أيضا الصحيحين وهي رواية مالك في الموطأ رحمه الله رحمهم الله جميعا. إذا سمعتم، إذا مثل إذ اللي توجتنا فيه، إذا شرطية، إذا لها فعل الشرط سمعتم، والجواب فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذن الإجابة متعلقة بالسماع، إذا سمعت المؤذن، لكن لو رأيت المؤذن صعد المنارة ولا صعد المكبرية لكن لم تسمعه يؤذن ما تجيب، وحتى لو كان عن بعد أو لم تسمعه لبعد المكان أو صمم أو طفى الميكروفون مثلا، فلا تشرع إجابة المؤذن إلا عند السماع. إذا سمعتم المؤذن، والمؤذن أي مؤذن؟ مؤذن الحرم ومؤذن الحارة في الحي، وأي أذان تسمعه فيسن لك إجابته، حتى لو تسمع في الراديو ولا في قناة القرآن ولا في إذاعة القرآن، فالسنة من سمع الأذان أن يجيب، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه إذا سمعتم النداء فقولوا المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقولوا، العطف بالفاء هنا والجملة الشرطية قبله يقتضيان أن يكون جواب كل جملة عقب فراغ المؤذن. مش فائدة فقولوا، الفاء هنا للتعقيب، يعني لا تنتظر المؤذن يؤذن 14 جملة ثم تسردها سوا، لا، قال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. دل على أن المتابع يتابع المؤذن بعد كل جملة بعد فراغه منها بلا تأخير. قال فقولوا مثل، المثل هنا من المماثلة وهي النظير، يعني شبه ما يقول، مثل ما يقول، نظير ما يقول. ولفظة مثل لا تقتضي المساواة بكل حال، يعني من كل وجه، فليس المراد مماثلته في كل أوصافه مثلا، لأنه أحيانا يطرب في الأذان، يجيب مقامات، ما حاجة أنك تصير مثله،
لا بس إذا قال حتى لو قالوا الله أكبر فأنت تقول الله أكبر، ما حاجة إلى فقولوا مثل، ليست مساواة من كل وجه. أو هو رفع صوته فلا يلزم أنك أن ترفع صوتك، بل المراد التلفظ بألفاظ الأذان. فقولوا مثل ما، الماء هنا موصولة يعني مثل الذي يقول، وما الموصولة من ألفاظ العموم، فتقتضي أن تكون الإجابة عامة في جميع ما يقول كلما سمعت. قال بعض العلماء ليه قال فقولوا مثل ما يقول، ليه ما قال فقولوا مثل ما قال؟ لأنه أذنه جاب الله أكبر، ليش نقول مثل ما يقول بصيغة المضارع ولم يقل بصيغة الماضي كما قال؟ الجواب ليشعر بأن الإجابة بعد كل جملة للمؤذن. وأصرح منه ما رواه النسائي عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت المؤذن، وهذا واضح. والمعنى الإجمالي أن من فضل الله تعالى أن شرع لعباده متابعة المؤذنين، ورتب على ذلك الفضل العظيم على العمل اليسير. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة المؤذنين ومتابعتهم في ذكر الله وتعظيمه والثناء عليه وإظهار الاستجابة لداعي الصلاة والصلاح والفلاح وطلب معونة المولى الكريم الفتاح. أربع فوائد لإجابة المؤذن. شوف هذا فضل عظيم يغفل عنه كثير من الناس. كم من يؤذن المؤذن والناس في سواليفهم وقيل وقال فلا أحد يتابع، حتى لو كنت في الدرس أو في الحلقة أو في العمل تابع المؤذن. أول شيء فيه الأجر في اتباع السنة، فقولوا مثل ما يقول. الثاني الأجر في كل تكبيرة صدقة وفي كل تهليلة صدقة، فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، وهكذا. وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، كل هذه فيها من الأجور العظيمة. وأيضا نحصل كما يحصل هو في الأجر، نحصل على الأجر كما يحصل المؤذن. المؤذن له أجر عظيم، فالذي يتابعه ويردد مثل ما يقول فله مثل أجره. الرابع مغفرة الذنب، غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا حلت له شفاعتي يوم القيامة. أحد يفرط بهذا الأجر العظيم؟ ده سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الفضيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الشفاعة حلت له الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذا أجر عظيم لا يفرط فيه إلا مفرط. نعم، ما حكم إذن إذا إجابة المؤذن؟ ما الحكم؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ اختلف أهل العلم ولهم قولان في المسألة، في متابعة المؤذن أو إجابة المؤذن، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ القول الأول وإليه ذهب الحنفية والظاهرية إلى أن إجابة المؤذن واجبة، فيجب على من سمع المؤذن أن يقول كقوله،
ما دليلكم؟ دليلنا حديث أبي سعيد، فقولوا مثل ما يقول المؤذن وفيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومن أدلتهم حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، الذي فيه الوسيلة وحلت له الشفاعة. ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أخرجه مسلم. الشاهد فقولوا، وهو أمر، والأمر للوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، هذه قاعدة أصولية، إلا إذا وجدت قرينة صارفة ولا قرينة كما يقولونهم. القول الثاني وإليه ذهب الجمهور أن إجابة المؤذن مستحبة وليست واجبة، وهو مشهور مذهب المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة والمحققين من أهل العلم. ودليلهم حديث أنس بن مالك أنه تأتي أحيانا في بعض وقائع السنة والسيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتابع المؤذن، وقد يكون في متابعته نوع من أحيانا الإيجاب بأمر ليس بواضح الوجوب، يعني واضح الدلالة على الوجوب. ولهذا في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع النداء، فإن سمع أذانا أمسك عنهم عن قتالهم وإلا أغار عليهم. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال صلى الله عليه وسلم، شوف كيف أجابه، قال على الفطرة، سمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، ما قال مثل ما قال، قال هو على الفطرة. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. دل هذا الحديث على أن النبي سمع مؤذنا فلم يتابعه، وإنما قال هو على الفطرة وبشره بدخول الجنة وخروجه من النار، وهذا صارف عن الوجوب إلى الاستحباب. فسمع الأذان وقال غير الذي أمر به، فعلم أن الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. ومن أدلة الجمهور على أن الإجابة مستحبة حديث مالك بن الحويرث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. مش وجه الدلالة؟ ما قال فليؤذن لكم أحدكم وليتابعه الآخر، إذ لو كانت واجبة لما أخر بيانها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث أرشد أن يؤذن أحدهم، ولم يقل تابعوه، قال ولي أمكم أكبركم، فدل على أنه لو كان متابعة الأذان واجب لقال ليؤذن لكم أحدكم وليتابعه الآخرون وليؤمكم أكبركم. فإذا وجد قرينة صارفة عن الوجوب، ولأنه أمر رتب عليه الثواب ولم يرتب على تركه عقاب. لو جاء ترى الذي يسمع المؤذن ولا يجيب فعليه كذا من الإثم، هنا يكون واجبا. أما ما حصل في الترغيب ولم يأتي فيه ترهيب ولا عقاب، علم أنه للاستحباب والندب، فحكمه كحكم الأذكار عقب الأذان وأدبار الصلوات. الراجح أنه للاستحباب، ومن أخذ بالوجوب فهو على خير عظيم إن شاء الله.
ولكن من يسر الشريعة أنه أن يقال إن القول ليس على سبيل الوجوب. سبحان الله، والواحد يناظر نفسه اليوم مع كثرة الصوارف ما يدري، يقول هل أحيانا هل يقول أذن ولا ما أذن في اجتماعات ولا في لقاءات في المكاتب ومغلقة المكاتب ولا تسمع الأذان. فلربما لو كان واجب يكون في شيء من العنت والمشقة على الناس. في الشريعة جاءت بالتيسير عليهم. إذن الراجح أنه للاستحباب لقوة الأدلة ولما وجود ما يصرف عن الوجوب ولوجود المناقشة على حديث أبي سعيد والحديث الآخر. مسألة في فضل إجابة المؤذنين، وحنا ذكرناها، من أجاب المؤذن مخلصا دخل الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. أخرجه النسائي. إذن هذا فضل عظيم، دخول الجنة كما قلنا من ثواب متابعة المؤذن. من أجاب المؤذن ثم سأل الله حاجته أعطاه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني المؤذنون أفضل منا، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قيل نزلت في المؤذنين. طيب حنا ما لنا يلي حنا مؤذنين؟ قالوا حتى المؤذن أفضل من الإمام. الإمام المسكين تراها المؤذن هذا ما شاء الله لا أجر عظيم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لكنت مؤذنا، لما في ذلك من ثواب الأجر. فكيف بالأذان في الحرمين؟ وكيف ولهذا يسابق الإنسان بالأذان حتى في البر، أحرص لو يخرج الإنسان في نزهة وفي برية يبادر برفع الأذان. المؤذنين يفضلوننا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. أخرجه أبو داود. يا له من فضل عظيم أن من يسأل الله عز وجل بعدما يتابع المؤذن فإن الله يحقق سؤله ويعطيه مراده. فخذ من خيري الدنيا والآخرة. وما أحسن في مثل هذه اللحظات الإيمانية والروحانية أن الإنسان لا يشتغل بأمور الدنيا. يا أخي تابع المؤذن وادعو وبكر للصلاة واذكر الله واقرأ ما تيسر من القرآن. ليه الدنيا راكضة وسرعة سرعة؟ لا، للآخرة عليك حق. ولا تنسى قلبك وإيمانك ورصيدك من الحسنات. إذن قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. نسأل الله الكريم من فضله. طيب، المسألة الثالثة في بيان ما تكون فيه الإجابة، ما تكون فيه الإجابة. فقولوا مثل ما يقول تماما في كل ألفاظ الأذان، أو في ألفاظ كالحي علتين لها إجابة خاصة. اختلف أهل العلم في مشروعية إجابة المؤذن بجمل الأذان، اتفقوا على أنه يجيب في كل جمل الأذان بمثل ما يقول المؤذن. لكن إذا جاء حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، بماذا يجيب؟ قولان لأهل العلم. الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي علتين. الأدلة:
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. إذن هذا الشاهد أنه لما جاءت الحيعلتان كان الدعاء مختلفا. والحديث عند مسلم. وروى البخاري أن معاوية رضي الله عنه لما قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعاوية صحابي جليل، الله حسيب من نال منه رضي الله عنه وأرضاه، فهو من أجلاء الصحابة، وهو من كتبة الوحي، وهو من أقرب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد من الفرق اليوم من ينال منه ومن يسبه أو يقع في عرضه، وذلك مخالفة لمنهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، وفي معاوية خاصة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هو قال لما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، وهو عدل ثقة وله حكم المرفوع. فوجه الدلالة أن موافقة المؤذن فيما يقوله إلا عند الحي على فيحوقل، فيبقى حديث مثل ما يقول على العموم، ويبقى حديث الحيعلتين على الخصوص. ومن جهة المعنى، من جهة المعنى أيضا، إذا قال المؤذن حي على الصلاة، أنت تقول حي على الصلاة وانت جالس، حي على الصلاة نداء دعوة، فيناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي ولا قوة لي أن أجيب المؤذن فأحضر إلى الصلاة إلا بالله جل وعلا، فإني أبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حول الله وقوته. فهذا هو المعنى الظاهر. فلا معنى أن يقول الإنسان سرا أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا نداء ومناسب أن يقوله المؤذن، لأنه ينادي للعموم، ينادي المسلمين، أما أنت تقوله خاصة فلا يناسب المحاكاة، وإنما المناسب لجوابها الحوقلة. فكأنه حينما قال هلم إلى الصلاة قلت لا حول لي ولا قوة في إجابة هذا النداء إلا بالله عز وجل. القول الثاني أن يقول في الحيعلتين كما يقول المؤذن، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. دليله حديث أبي سعيد على عمومه، وهو قول لبعض فقهاء المالكية والحنابلة، دليلهم فقولوا مثل ما يقول. ووجه الدلالة الأصل العموم، ونوقش يعني رد عليه الجمهور بأن هذا صحيح عموم، لكنه خصص بحديث عمر رضي الله عنه وحديث معاوية رضي الله عنه. إذن الراجح والله أعلم أنه يقول مثل ما يقول إلا عند الحيعلتين. ولو جمع قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله كان هذا حسن. إذن حديث عمر واضح وصريح، وعدم سلامة الدليل يعني من المناقشة والمعارضة الذي هو القول الأول، فإن العموم الذي ذكروه
مخصص. طيب عندنا في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، كيف يجيب المتلقي والسامع؟ أول شيء ما اسم هذه اللفظة؟ اسمها التثويب. الصلاة خير من النوم تسمى التثويب. الصلاة خير من النوم. ماذا يجيب للسامع والمتابع؟ أيضا اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وهو قول الشافعية والحنابلة لا سيما المتأخرون منهم، ودليله فقولوا مثل ما يقول. ووجه الدلالة الأمر بالمماثلة في الحديث العام، ولم يرد في الصلاة خير من النوم دليل خاص يبين الرد على ما يقول المؤذن، فيبقى على العموم. القول الثاني أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم يقول المتابع والسامع والمجيب صدقت وبررت، وهو مذهب الحنفية وجمهور الشافعية والحنابلة. والدليل أنه يوجد بعض الآثار عن السلف في ذلك، لكن الصحيح أنه ليس له حكم الرفع، فيبقى على الوقف، يعني كخبر مروي وأثر عن الصحابة عن السلف رحمهم الله، وهو القول الحقيقة مستحسن وله وجه ودعاء، فقد صدق المؤذن وبر في دعوته للناس ولم يخطئ. الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت، لا مثل ذاك الكسلان اللي قال قد جربتها كلها ونام كبر الوسادة. لا، المؤمن صدقت وبررت، أو قد علمنا قبلك، أو قال لتوك تعلم ثم ينام. هذا كله من إجابات الشيطان عن هذا الكسول. أما المؤمن المخلص الصادق النشط فيقول صدقت فيما دعوت إليه من أن الصلاة خير من النوم، وبررت يعني دعوت للبر ورزقت البر. وأيضا هو يدخل معه إن شاء الله في مثل هذا القول. الراجح والله أعلم، الراجح القول الأول، قولوا مثل ما يقول المؤذن. وقاعدتنا هل صح الحديث، هل صح الخبر؟ إذا صح فهو مذهبنا، والواقع أنه لم يصح في ذلك حديث صحيح مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن قال الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن فهو على أجر وسنة، ومن قال صدقت وبررت فهو على قول عند بعض أهل العلم ومعناه صحيح، ومن جمع بينهما خرج من الخلاف إن شاء الله، وهو الأفضل إن شاء الله. فوائد الحديث: مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول سوى الحيعلتين كما قلنا، والتثويب على خلاف في المسألتين. بيان فضل متابعة المؤذن بأن جعل لغير المؤذن الأجور العظيمة، دخول الجنة، حلول الشفاعة، سل تعطى، يحصل له ما يحصل المؤذن من الأجر والخير وغيره. تكون الإجابة عقب انتهاء المؤذن من كل جملة من جمل الأذان. إذا ما تمكنت أن أتابع المؤذن جملة جملة فلا مانع أيضا أنه إذا انتهى أني أسردها، لا سيما إذا انشغل الإنسان بأمر
عن متابعة المؤذن جملة جملة أو فاته شيء منها فله أن يأتي به. ظاهر الحديث يفيد استحباب إجابة المؤذن، وذكرنا الخلاف، وأن القول بالوجوب قول مرجوح. طيب إذا تكرر المؤذنون، سمعت مؤذن هنا ورحت في الطريق وسمعت مؤذن وسمعت المؤذن في الإذاعة، الحديث عام، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يتكرر الأذان، تتكرر الإجابة بتكرر الأذان، يستحب التكرار بتكرار الأذان. وبعض الفقهاء يقول لا، يجيب مؤذن حيه ومسجده، مثل اللي يصلي في الحرم يجيب مؤذن الحرم. لربما تأتي بعض أصوات من مساجد مجاورة عن الحرم فلك أن تجيبه، لا بأس. ظاهر الحديث أن الإجابة تكون في أي مكان، ما يلزم أنك في المسجد، قد تكون في البيت، قد تكون في السوق، قد تكون في السيارة، كلما سمعت المؤذن تابع. وعلى أي حال، قاعد، قائم، مضطجع، على وضوء، غير متوضئ، كل ذلك مشروع، وهو أجر عظيم في السوق، في المسجد، في البيت، في إلا في أماكن الخلاء ودورات المياه أو حال قضاء الحاجة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينجي المستضعفين منهم بمنه وكرمه. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارفع الفتن والمحن عن المتضررين يا رب العالمين. اللهم ابسط أمنك وأمانك على جميع ديار المسلمين، وخص هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين الشريفين، بالأمن الوارف الظليل يا رب العالمين. ووفق ولاة أمرنا لكل خير، ووفق رجال أمننا، واجزي الجميع خير الجزاء وأوفره، وأصلح أحوال المسلمين، واحقن دماءهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، واكفهم شر أعدائهم، واحفظ مقدساتهم، واحفظ الحرمين الشريفين، ووفق المعتمرين والزائرين، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، ووفق أبناءنا الطلاب في دراستهم، وارزقهم النجاح والفلاح والخير والصلاح يا رب العالمين. ووفق الحاضرين والمستمعين والمتابعين لخير الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام، وأنقذ المسجد الأقصى من شر الصهاينة المعتدين الغاصبين المحتلين يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويسرنا أن ندعو إخواننا قاصد الحرمين الشريفين إلى أنه غدا سيكون في المسجد الحرام حفل توزيع الجوائز للمتسابقين في حفظ القرآن الكريم، فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على دعمهم للقرآن الكريم والمتنافسين فيه. كما أنه في الأسبوع القادم سيقام إن شاء الله ندوة عن الفتوى وأثرها في الحرمين الشريفين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله على هذه المجالات من الخير وهذه الأبواب المشرعة والأعمال المباركة والنجاحات الكبيرة والجهود العظيمة التي تبذل في الحرمين الشريفين، ومن دعم ولاة أمرنا وفقهم الله، وقبل ذلك فضل الله وتوفيقه، ثم أيضا قيام هذه الرئاسة، رئاسة
الشؤون الدينية بجهود مباركة فيما أسند إليها من ولاة الأمر في أداء الرسالة الدينية والعلمية والتوعوية والتوجيهية والإرشادية. وجزى الله إخواننا المنظمين والمرتبين في وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية والقائمين على هذا البرنامج العلمي النافع الدائم خير الجزاء، فهم يبذلون جهودا مباركة. وجزى الله إخواننا المتابعين عبر الأثير، وجزى الله القائمين على الإعلام وعلى توثيق هذه الدروس العلمية ونشرها بين المسلمين وفي التقانة وفي اللغات والترجمة. لا حرم الله الجميع الأجر والمثوبة، ووفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.